هلو ذير، اهلا بيكم، معاكم احمد حسن من قناه لانا ديفرنت. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها كونستنت بلند. كونستنت بلند او الخليط المتطابق. الخليط المتطابق ده او الكونستنت بلند دول عباره عن حرفين بيجوا مع بعض في اول الكلمه، حرفين بيجوا مع بعض في اول الكلمه، ولما بيجوا بيبقى الصوت بتاعهم او بتخلط الصوت بتاعهم كده بتنطقهم كانهم ساوند واحد او صوت واحد. طب اديني امثله بقى على الحروف دي، زي ايه مثلا؟ اول حرفين معانا هما الاس والتي، الاس والتي، ولو لقيت اس وتي في اول الكلمه هنطقهم ست ست ست. ده كلمه ستار، ده كلمه ستوب، ستار ستوب. ركز معايا في كلمه ستوب. المفروض ان ستوب السبيلنج بتاعها، السبيلنج بتاعها اس تي او بي، بس انا ما قلتش ستوب، ما قلت ستوب، لا انا مجرد بس ان انا حركت شفايفي في اخر حرف اللي هو البي فقلت ستوب ستوب. شكل تاني حرفين معانا هما الاس والبي، اس بي، والساوند بتاعهم بيبقى سب سب. ده كلمه سبوت، ده كلمه سبايدر، سبوت سبايدر، سبوت سبايدر. الحرفين اللي بعد كده هما البي، بي فور بوك، والال. وخلي بالك دول بيتنطقوا بو بو بو. ركز كده معايا، هتلاقي ان انا عملت تويستنج او ميلت لساني شويه كده، عوجت لساني سنه وانا بنطق ال الساوند بتاع ال، فقلت بل بل. زي كلمه بلاك، زي كلمه بلو، بلاك بلو، بلاك بلو، بلاك بلو. الشكل ده. بعد كده معانا حرف الاف وحرف الار، ودول بيتنطقوا فر فر. خلي بالك مش صح انك تنطق فر كده، غلط، لان الساوند بتاع الليتر ار بيكون ر مش ر، فتنطقهم فر فر. زي كلمه فروغ، فروت، فريند، فريش. بالشكل ده. كمان معانا الليتر اف والليتر ال، دول لما يجوا ورا بعض بنطقهم فل فل فل. بالشكل ده. زي كلمة flash، زي كلمة flip، زي كلمة flag. بالشكل ده. لاحظ معايا كده في كلمة flip، أنا ما قلتش flip، لا أنا قلت flip، مجرد برضو إن أنا عملت الساوند أو عملت الإيموشن بتاعهم بشفايفي ونطقت، يعني نطقت لايت قوي، خفيف قوي، فقلت flip flip. بالشكل ده. كمان معانا حرف ال G وحرف ال R، G R، والساوند بتاعهم بيكون gr gr gr. الشكل ده. زي كلمة grass، زي كلمة ground، grass ground، grass ground. الشكل ده. كمان معانا ال letter C وال letter R، ودول الساوند بتاعهم هيكون cr cr. زي كلمة crab، crab أو crown، crown crab crown. الشكل ده. اخر حرفين معانا هما حرف التي وحرف الار، ودول النطق بتاعهم بيبقى يمكن هتستغربوا شويه، بس النطق الصح بتاعهم مع بعض هو تري تري. زي كلمه تري تري تري. زي كلمه ترافل ترافل ترافل. بالشكل ده. وكده اكون خلص حلقه النهارده، اتمنى اكون استفدت منها، ولو ده حصل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تشوف كل الحلقات الجديده، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك، تويتر، وانستغرام. كان معاكم احمد حسن من قناة Learn Different، اشوفكم في الحلقة الجاية.